صباح الخير، مع اعتدال الأجواء لا تنسون تقللون فترات الري اللي كان في الصيف مخليه 3 يخليه ريتين. طبعا أنا بالنسبة لي خليته الصباح والمساء، فترة الظهر شلتها، وأيضا راح أقلل على احتياج الحوض عندي. شو اللي يحتاج؟ يعني القراءة الأولية، أنا عندي من المايه أنا زايد القراءات الأولية، فهذه يحتاج إني أقلل فترات الري، قليت من 3 إلى 2. بعد كم يوم راح نشوف حاجة النبات شنو. لا زلنا في مهرجان التمور للتمور وطن. استوقفني هالركن، ما شاء الله الطريقة الفاخرة في تقديم الخلاص، خلاص محشي وفاخر ومكسرات، الكول الكازو والبيذان والشاي الجميل، وهذا الرقم العلب استوقفتني. هذا لا قال نص المال نظرة، هنا 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 الإبداع في طريقة التقديم، ما شاء الله والفاخر. وقدوع بسكوت التمر، الله يعجبني. أنا لازلت أرجع أقول طريقة التقديم جميلة جدا، المنتج فاخر، وهذا قرص عقيلي بالتمر بعد، ما شاء الله هش ولذيذ. أشوف 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 عاد باخذ واحدة أنا، هذه لازم أجرب قبل. يا أعطيكم العافية. أحد المصانع بدعت أيضا في تقديم التمر، هذا ما شاء الله بالشوكولاتة والكورنفليكس واللوز، ما شاء الله. وهنا أيضا نفس الشيء، الله يعني العلب وطريقة التقديم والهدايا هي والتصنيع هو اللي راح يرفع من سوق التمر بشكل كبير جدا، وتغيير من ثقافة الاستهلاك أيضا اللي تعودنا عليها بالطريقة التقليدية، أصبحت المصانع والأفراد تتنافس في ابتكار منتجات جميلة للتمور. الساحة الخارجية للمهرجان، نداء لجميع المزارعين، هذا تعال بسيارتك ويعطونك كراتين خاصة تعرض تمرك هنا ورا بسيارتك، أبدا بالكمية اللي عندك، من أقل جبه هنا أبدا. ما شاء الله هنا السيارات بدأت تتوافد في الركن الجميل هنا، أبدا في المدخل، ما شاء الله. وهذه شلونك حبيبي؟ اخوانك مشكورين، ابدعتوا على راسي، يعطيك العافيه حبيبي، حياك الله. بموضي اليوم ثالث لك، شفتك الصبح وتقول صراحه عندك ابداع واحسن من نزلتك في السوق الكبير ولا البيع قاعد. والله وقفت الوزاره ويانا ما شاء الله، ودعم المزارعين اعطتنا دافع ان احنا نجي. شو اللي خلص عندك؟ هذا الساعة 4 ونص الحين، شو اللي فيه؟ ارزيز، ارزيز راح كله. ربي يبارك لك، ربي يبارك لك يا ابو موضي. ترى طبعا عنده موجود جل خنيزي، هذا عنده خنيزي وصيلي وبرحي وشبيبي والخلاص. طبعا هنا احد المزارعين ايضا الجميل، الكراتين من الوزارة خاصة ذات قوة توزع مجانا على العارضين هنا. هنا الكرتون ابو 5 كيلو، يعني تقدر تحط بخمسة كيلو، ما شاء الله. المبيعات هذا مشكورة الدولة في برنامج اسمه ريف، البرنامج مهم جدا. فوجئت أن عدد المسجلين في الحساء أعداد بسيطة جدا لا تليق بالبرنامج. البرنامج على جزئين، الجزء الأول هو خاص بدعم المزارعين ودعم منتجات المزارعين، مزارع البن العربي، النحالين لهم شروط، منتجين الورود، الفواكه الاستوائية، الأسماك، المواشي والمحاصيل البعلية. المحاصيل البعلية خلنا نجي نوقف عندها لحظة، هي المحاصيل اللي تسقى بمياه الأمطار أو بالمياه المتجددة، يعني إذا عندك محاصيل بعلية تسقى بالماء المعالج الثلاثي وتقدر تأخذ شهادة أن هذا ماء متجدد راح تحصل على الدعم. البرنامج كامل
راح نتكلم عن مع الأستاذ محمد الرشيد. مهندس محمد السلام عليكم. بداية لا زالت الأعداد في الأحساء قليلة، صح وأنا غلطان؟ صح لي المعلومة؟ صحيح. خلينا نتكلم عن برنامج ريف دعم للأسر الزراعية، شنو هي؟ برنامج ريف هذا برنامج حكومي خادم الحرمين الشريفين، اسمه برنامج تنمية ريفية مستدامة، يستهدف فيه صغار المزارعين ومربي الماشية والنحالين وأيضا الأسر المنتجة اللي تعتمد في إنتاجها على المزارع اللي يمتلكونها أسرتها أو هي بأي طريقة يعني تأخذ المنتوج من المزارع وتحوله إلى صناعات تحويلية، ممكن نقول الدبس أو نقول الأجر أو اللبنة، الأجبان بصفة عامة، المخللات، البهارات، وهذا كلها مدعومة من البرنامج. مهندس محمد نجاحين يعني المزارع اللي عنده ألبان، عنده عزك الله أبقار، الألبان مدعومة، يعني بياخذ حلابة، بياخذ بعض الأدوات ستيل الخاصة بمنتجات الألبان مدعومة. جميع تكلفة إنتاج منتجة من الألبان أو مشتقات الحليب مدعومة، ما عليه إلا يحط لنا شيابي وبتجيه فلوس على اللي حط. بمعنى لو كان تكلفة إنتاجه 50,000 ريال يتقدم فيها دراسة جدوى مبسطة في نفس البرنامج المسجل في حسابه، ويحط لنا أننا أحتاج مثلاً حلابة، الستيل الخاص بالأمور دي، ويجي له دعم لها شهري لين يجي رأس ماله يغطي. دعم شهري لين يغطي رأس ماله، يعني يطلع عليه المشروع تكلفة صفر. ما شاء الله. طيب الحين بالنسبة للأسر اللي أنتجت ألبان كيف يقدر يسوقها تحت مسمى البرنامج؟ تحت مسمى الأسر المنتجة؟ التسويق بالنسبة لنا مطلوب في البرنامج. طيب أنا أنتجت، دعمتني وأنتجت، هل في خط بطريقته؟ ما عندها أي مشكلة في مسألة التسويق، ممتاز. نجي الحين شنه البرامج الثانية غير منتجات الألبان؟ مهندس محمد تفضل. الإنتاج للأسر المنتجة، المشاريع اللي مدعومة من عندنا، جميع ما يتعلق بإنتاج المزارع والثروة الحيوانية، وحتى الصيادين يدخلون في الموضوع، حتى النحالين، يعني النحال بمثل اللي يسوي عطريات من الشمع، النحل، صابون يطول العمر، أدوات التجميل، الخياطة، الجلديات، التحف، الخوص، كل هذا داخل في الدعم في البرنامج. نعم. ممتاز. الجلديات قلت لي والخوصيات، الأسر اللي تنتج خوص وتبغى تتطور ومحتاجة رأس مال تقدم على برنامج ريف. صحيح. وهذا أنا بصراحة أقول لكم فرصة، الموضوع سهل وميسر والدعم يجيك في حسابك البنكي، لا يحتاج تروح ولا يحتاج تجي. والحقيقة يعني في اللي قبلكم لو تسألون استفادوا من برنامج مباشر الدعم. في من يسأل يقول هذا ممكن يأثر على الضمان، حافظ حساب المواطن، هالشغلات. البرنامج ما له تأثير لا على الضمان الاجتماعي ولا حافظ ولا حساب المواطن، حتى اللي عنده سجل تجاري يقدر يتقدم فيه، ما عنده أي مشكلة، ما له تأثير نهائي أبدا. حتى الطالب اللي عمره فوق 21 سنة بإمكانه التقدم، المتقاعد اللي راتبه أقل من 9,000 ريال يشمل الموضوع. متقاعد أقل من 9,000 يشمله. ما شاء الله، ما خليته شيء، بس تقول للناس اشتغلوا. بالضبط. يعطيك العافية. مهندس محمد قبل يومين أنا طرحت فكرة مع صندوق التنمية الاجتماعية وأطرحها لكم، وجدت مكائن جرش السعف تحوله إلى كبسولات، من الجرش إلى كبسولات، تجرش وتحوله كبسولات. الكبسولات خاصة بالأعلاف المواشي، هذه مدعومة؟ مدعومة. حتى مدعومة. تحويل المخلفات المزرعة إلى سماد مدعوم. مدعوم؟ نعم. ما خليته شيء، بس تقولوا للناس اشتغلوا. سوي كومبوست وتعال قدم ونعطيك فلوس. ما شاء الله. نعم. ها خلاص بعد. التقديم وين؟ كل متقدم يحق له التقديم؟ كل متقدم يحق له التقديم على 3 برامج، بمعنى خلينا نوضح، ممكن يكون نحال وعنده مزرعة، هذا دعمين. ممكن يقدم على الأسر المنتجة في الشمع، هذا 3 دعوم. ما شاء الله، ما شاء الله، طبعا هذا بنحط لكم.
أدعو الجميع استفادة من البرنامج والتسجيل والاستفادة من الدعم وفرصة الحقيقة، والدولة صراحة ما قصرت في الموضوع ده، ياليت يستفيدون من ويستغلون سهولة الإجراءات حقا. يعطيك العافية مهندس محمد وما قصرت، شكرا جزيلا. عبد الله مثل العادة أرطب المثلج موجود خلاص ما شاء الله، اللي اشتهى رطب ترى موجود. يعطيك العافية السمين ما قصرت، هذا صورناه وكل يوم بنصوره يستاهل حبيب قلبي على راسي. ما يخلو أي فعالية إحسائية ومهرجان إلا بوجود الشاب الجميل نايف العريفي ما شاء الله. يعطيك العافية نايف، هلا والله، شونك؟ تمام الحمد لله. ركن حتى طريقة العرض عنده جميلة جداً.